بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل في موقع سيمبالو أو سيمبلو. نكتب في شريط العنوان edu.simbalo.com، بعدين في create free account، بعدين بنملأ الاسم، نكتب الاسم بريد إلكتروني يكون صالح يكون شغال يعني معاك الباسورد بتاعه، الباسورد بتاع الموقع وليس الباسورد الخاص بالبريد الإلكتروني. نكتبه كمان مرة، قوله I agree، then create account، create my account. بعد كده هو بيطلب منك ان انت تعمل confirm للاكونت من على الميل، يعني بتدخل على الميل بتاعك وبتعمل فيريفاي او تأكيد تسجيلك للحساب. كده انت عملت ايه؟ حساب على موقع سيمبالو او سيمبلو. الخطوة التانية ان احنا عايزين ناخد البروفايل بتاعك او اليو ار ال الخاص بالبروفايل، فبنيجي على الايكون دي وبنضغط على ماي بروفايل، بعدين بناخد الرابط اللي موجود هنا كوبي، وبعدين بنحطه في الاستمارة بتاعك. شكرا جزيلا.